السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما تعلمون يوميا سنقوم بشرح هذا الموقع، سنقوم بإظهار التاريخ. كما تلاحظون تاريخ اليوم هو 30 أكتوبر، شهر أكتوبر 2021. سنقوم بإظهار التاريخ لبضع ثواني. نقوم الآن بالرجوع إلى الموقع. كما تلاحظون هنا تظهر معكم واجهة الموقع. الموقع اسمه كون كونكت، هو موقع الاستثمار انطلق منذ مدة. كما تلاحظون هنا تظهر معكم واجهة الموقع، هنا بعض المعلومات الخاصة بالشركة. كما تلاحظون من هنا معلومات حول طريقة عمل الشركة، الإيداعات، سحوبات، إلى غير ذلك. هنا معلومات حول الأرباح. هنا الموقع يقول لك أنه يضمن لك 3.6% أرباح كل يوم، وفي الساعة يضمن لك 0.15% أرباح. كما تلاحظون أرباح جيدة. كما تلاحظون هنا بعض المعلومات الأخرى الخاصة بالموقع. كما تلاحظون من هنا معلومات حول الموقع، هنا تظهر معكم أيام عمل الموقع. الموقع انطلق منذ 19 يوم. هنا توتال اكونتس، وهنا فيزيتور اونلاين، الاشخاص المتواجدون حاليا في الموقع. هنا العملات الرقمية التي يدعمها الموقع في السحب والايداع، وهي كما تلاحظون عملات قوية جدا. كما تلاحظون هنا تظهر معكم بعض المعلومات الاخرى الخاصة بالموقع. هنا موقع الموقع هو في لندن في انجلند. هنا رقم هاتف الموقع، هنا الايميل الخاص بهم، وهنا موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالموقع. كما تلاحظون هذه هي واجهة الموقع من الخارج، واجهة رائعة جدا. كما تلاحظون للقيام بتسجيل حساب في هذا الموقع نقوم بالضغط على ساين اب من هنا. كما تلاحظون نقوم بالضغط على ساين اب للقيام بتسجيل اكونت في الموقع. هنا نقوم بملء هذه الخانات، هنا تقوم بوضع الفيل نيم لاسم الكامل، ثم ليوزر نيم باسم المستخدم، الايميل، البريد الالكتروني، الباسورد، كلمات المرور، تقوم بإعادة كلمات المرور، وبعد ذلك تقوم بالضغط على ساين اب، ومباشرة ستقوم بتسجيل حساب في الموقع. بعد ذلك تقوم بالضغط على لوجين من هنا للقيام بتسجيل الدخول الى الموقع. كما تلاحظون هنا تضع اليوزر نيم الذي سجلت به في الموقع، هنا الباسورد. كما تلاحظون ساقوم بادخال المعلومات الخاصة بي، ثم اقوم بالضغط على لوجين من هنا. كما تلاحظون هنا تظهر معكم هذه الواجهة، تقوم باختيار العملة الرقمية التي تريد ان تعمل عليها. هناك اللايتكوين، البيتكوين كاش، الايثيريوم، البيتكوين، الريبل يو اس دي تي، والعديد من العملات الرقمية القوية. كما تلاحظون مثلا نحن نقوم باختيار البيتكوين، نقوم بالضغط على بيتكوين من هنا. كما تلاحظون ستظهر معكم الداشبورد، الواجهة الرسمية من الداخل. كما تلاحظون هنا يظهر معكم البالانس والرصيد الخاص بكم من الداخل، هنا البروفيت مجموع الأرباح، وهنا الانفستمنت، وهي الإيداعات التي قمت بها في الموقع. للقيام بالاستثمار في الموقع نقوم بالضغط على ميك ان انفستمنت من هنا. كما تلاحظون ميك ان انفستمنت أو فتح وديعة. ستظهر معكم هذه الواجهة، ستقومون باختيار المبلغ الذي تريدون إيداعه في الموقع. مثلا نحن نقوم باختيار هذا المبلغ، كما تلاحظون 0.025. هنا ستظهر معكم أرباحكم في الساعة وفي اليوم وفي الأسبوع وفي الشهر. كما تلاحظون بعد ذلك نقوم بالضغط على ديبوزيت فاندز من هنا. كما تلاحظون نقوم بالضغط على ديبوزيت فاندز. كما تلاحظون نقوم بالضغط على ديبوزيت فاندز من هنا للقيام بالاستثمار في الموقع. تقومون الآن بالضغط على كوبي من هنا، تقومون بنسخ هذا الرابط، رابط البيتكوين الخاص بهم، تقومون بإرسال لهم 0.025 بيتكوين كما تلاحظون، ثم تقومون بتأكيد الإيداع، ومباشرة ستقومون بالاستثمار في الموقع. للسعر في الموقع نقوم بالرجوع إلى الواجهة السابقة، ثم نقوم بالضغط على ويتدرو. كما تلاحظون نقوم بالضغط على ويتدرو من هنا للقيام بالسحب في الموقع. انا ليس لدي اي رصيد في الموقع لاسحبه. كما تلاحظون يو هاف نو فونت تو ميك ويتدرو، عندما يكون لديكم رصيد ستقومون بسحبه من هذه الواجهه. هذا الموقع ايضا يعطي مكافاه على الاحاله، نقوم بالضغط على الريفيلرز من هنا لمعرفه ارباح الاحاله. كما تلاحظون هذا هو رابط الاحاله الخاص بكم من هنا، تقومون بالضغط على كوبي لينك من هنا، تقومون بنسخ هذا الرابط والترويج للموقع، وستحصلون الى 7% من إيداعات الإحالات النشطة. كان هذا هو شرحنا لهذا الموقع، أتمنى أن تعملوا على هذا الموقع بالتوفيق إن شاء الله.